ثورات كثيرة شهدتها مدينة حلب وريفها، فبالرغم من جمود القتال في جبهات المدينة في السنتين الأخيرتين، إلا أن المعارك لم تتوقف على أطرافها. فبدءا بالريف الجنوبي وأفشال الثوار مؤخرا لخطة إيران وروسيا بالوصول لطريق حلب دمشق الدولي، وبالتالي الخطوة الأولى لكفرية والفوعة وكسر الثوار لشوكة إيران في خان طومان والعيس، مرورا بمعارك الملاح وجبل عندان والشيخ عقيل، حيث أفشل الثوار هناك ما يسعى له الأسد وحلفاؤه من خنق مدينة حلب وعزلها عن امتدادها الثوري في المناطق المحررة بعد عزلها عن الريف الشمالي والحدود السورية التركية، وصولا لعمق المدينة حيث الشريان الوحيد الواصل لقلب المدينة الصامدة مخيم حندرات، حيث المعارك لم تتوقف منذ أسبوعين بهدف قطع هذا الشريان الوحيد لحلب. في ظل هذه التطورات العسكرية بذلت جهود وطرحت مبادرات استجابة للمطالب الشعبية والثورية المستمرة للفصائل المقاتلة بتوحيد صفها ضمن منظومة عسكرية واحدة، محاولات عدة بعضها باء بالفشل وبعضها لم يكتمل وبعضها لم يتجاوز مرحلة غرفة عمليات مؤقتة. في ذات الأثناء التقت مجموعة من المبادرات الثورية لتتوج أفكارها بطرح قد يلامس الحد الأدنى برأي الكثيرين لطموحات الثوار وأهداف الثورة، لكنه الخيار الوحيد بحسب القائمين عليه، وهو مشروع القوة الموحدة في حلب، وقد اختير المهندس هاشم الشيخ أبو جابر قائدا لهذه القوة. ما هي القوة الموحدة؟ كيف تشكلت؟ إلى أين وصلت؟ ما هي أهم إنجازاتها؟ ما هي العقبات التي تقف أمامها؟ وما هي استعدادات فصائل حلب وقوتها الموحدة لمعركة حلب الكبرى التي بدأت الآن بعد فشل كل الجهود السياسية والدولية؟ أسئلة كثيرة سيجيب عنها قائد القوة الموحدة المهندس هاشم الشيخ أبو جابر. أهلا وسهلا بك أبو جابر. بداية سنبدأ بالتطورات أو الظروف الموضوعية التي أدت لولادة مشروع القوة الموحدة في حلب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء مشروع القوة الموحدة واستجابة لكثير من المبادرات الشعبية التي انطلقت من كثير من الفعاليات الثورية الموجودة في حلب وغيرها. اتفقت هذه المبادرات في النهاية على أن تجتمع لتحقق مشروعا واحدا، فخرجت بفكرة وجود قائد عسكري واحد الفصائل الثورية المشاركة في العمل العسكري في حلب. اجتمعت هذه الفصائل وبعد طرح مقترح اسم هاشم الشيخ أبو جابر توافقت عليه لمدة 3 أشهر. عرض علي المشروع وافقت عليه انطلاقا من اقتناعي بهذا المشروع وحاجة الأمة لهكذا مشاريع جامعة. بدأت مراحل الإعداد بعد الاتفاق على هذه المدة التي هي 3 أشهر. بدأت الإعدادات والاستعدادات لتشكيل هذه القوة التي انبثقت من هذه الفصائل المشاركة. الفصائل المشاركة قدمت أعداد لهذه القوة، شكل منها قوة موحدة هدف منها منع حصار حلب والاستفادة من خيرات الفصائل. هذا المشروع حريص على أن تكون الفصائل باقية ومستمرة، ليس هو مشروع ذوبان واندماجات كسائر المشاريع السابقة التي حصلت. نحن نقدر تاريخ الفصائل وتحياتها وقادتها، وهذا المشروع ليس هو فصيل جديد، إنما هو جمع لخيرات هذه الفصائل في قوة موحدة. الفصائل باتت مقتنعة أنها بمفردها عاجزة على أن تفعل شيء يعني لحلب، وبالتالي أصبحت تبحث عن مشاريع جامعة. غرف العمليات كانت تنشأ بسبب وجود عمل عسكري ما ينشأ يعني يعرض على هذه الفصائل هذا العمل، من اقتنع منها بادر ومن لم يقتنع انسحب. الآن بدأ المشروع أن يكون هو نواة لتوحيد الفصائل، لكن على أساس قوة عسكرية منبثقة من هذه الفصائل بذاتها.
ليس خارجا عنها. بعد 3 أشهر من بدء مشروع القوى الموحدة، ما هي الإنجازات التي تحققت حتى الآن على كافة الأصعدة والمجالات، سواء العسكرية أو الثورية أو المدنية؟ العمل في القوى الموحدة هو عمل عسكري بالدرجة الأولى. تم إنجاز عدة أعمال منفردة من قبل يعني القوى الموحدة. هناك أعمال مشاركات القوى الموحدة بسبب يعني القيمة العددية المنخفضة نوعا ما لهذه القوة. كان المأمول أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير، لكن مع ذلك نعتبر أن هذا المشروع كانطلاقة بدأ انطلاقة ناجحة. ما هو مأمول أن يكون أعظم من ذلك وأكبر، وهذا يعود إلى اقتناع الفصائل بهذا المشروع، وهم معذورون في ذلك بسبب تكرارية عملية الفشل في كثير من المشاريع السابقة. هم ينظر يعني يختبرون هذا المشروع، إذا ما تولدت لهم القناعة الراسخة بمصداقية هذا المشروع أظن أنهم سيبادرون ويعجلون لدعم هذا المشروع وتقويته من خلال تقديم النماذج الفاعلة. هل هذه الخشية، خشية الفصائل وخشية الثوار في مدينة حلب، هي من يعني ما دفع الثوار في مدينة حلب والقوى الموحدة وقيادة القوى الموحدة العمل بعيدا عن الإعلام كما حدث في التجارب السابقة؟ نتأكد من على أننا لسنا فصيل، فنحن لن يكون لنا إعلام، لن يكون لنا اسم قوم وحدة الاصطلاح، لن يكون لنا راية، فقط هو عبارة عن مشروع من ضمن الفصائل خرجت تلبية لحاجة الشعب وطلباته الملحة على الفصائل توحدها وتشكيل يعني جسم موحد من هذه الفصائل، فهذا تلبية لهذا المطلب، وبالتالي لن يكون له إعلام، الإعلام يكون بقى الفصائل، ولن يكون له ارتباط خارجي، فهو مشروع وطني امتياز داخلي تدعمه الفصائل بالمال والسلاح والعتاد والرجال، وبالتالي يكون هذا يبقى هذا المشروع داخليا قراره مستقل عن أي طرف خارجي. على اعتبار أن القوى الموحدة هي كيان عسكري بالدرجة الأولى كما ذكرت، ما هو تقييمك خلال 3 أشهر لخلق نواة ربما أو قوة عسكرية موحدة، قوة مركزية قادرة على التحرك للتصدي لما تتعرض له مدينة حلب من هجمات سواء على جبهاتها الداخلية أو الخارجية؟ الحقيقة يعني 3 أشهر زمن قصير جدا في تشكيل قوة عسكرية إذا كون هي نواة الجيش، لكن هي خطوة تقييمي لها أنها خطوة ناجحة في طريق توحد هذه الفصائل، والطريقة الوحيدة طبعا ما بقي أهمنا أي سبيل يمكن أن نخرج منه أو من خلاله من هذه المأساة التي نعيشها في سوريا عموما وفي حلب خاصة، وهو موضوع التهديد بالحصار، الحصار حلب. وبالتالي ليس لنا أمامنا إلا هذا المشروع، مشروع التوحد، توحد الفصائل، لأنها قادمة على مصير واحد، فهي لابد أن تسارع لأن تدعم هذا المشروع الذي هو خرج منها ويعود إليها، وبالتالي سيبقى هذا المشروع إن شاء الله رب العالمين مستمرا بإذن الله سبحانه وتعالى، ليس بضرورة أبو جابر، نحن نتكلم عن المشروع لا نتكلم عن أشخاص. الفصائل هي من سيقرر ذلك، تجتمع الفصائل وبالنهاية تتخذ كقادة طبعا تجتمع تتخذ قرار في إمضاء هذا المشروع أو حتى إيقافه أو حتى يعني تعديله. القرار في النهاية وجدنا أنه يجب أن يعود إلى الفصائل، حاولنا إيجاد شراكة بين الفصائل العسكرية وبين الفعاليات الثورية من خلال إشراك هذه الفعاليات بمجلس شورى موحد، كذلك يضم قادة الفصائل المشاركة في القوى الموحدة مع هذه الفعاليات الثورية المدنية العاملة في حلب لتشكيل هذا المجلس الذي سيقرر في النهاية بالدرجة الأولى مصير هذه القوة، وربما يرتقي إلى شيء أعلى من ذلك بحسب يعني تقدير أفراد هذا المجلس. خلال 3 أشهر بالتأكيد يعني تبلورت لديكم أهم العقبات التي تواجه نجاح القوى الموحدة والأهداف الموضوعة بالنسبة لمجلس الشورى القوى الموحدة، ما هي أهم العقبات التي تقف أمامكم؟ العقبة يعني الأولى هي ضعف التقديم
من الفصائل، وقلت أنا أعذرهم بذلك حتى لا نحملهم هذا أعباء هذا التقديم الضعيف. هذا من ناحية أولى. من ناحية ثانية، كان التقديم نسبيا مع ضعفه فهو نسبي. بعض الفصائل نسبي قدمت يعني بشكل جيد ومستمر، بعض الفصائل يعني ترددت وبعضها لم يقدم شيء مع تعهد التقديم. يعني ما هو سبب فقدان ثقة فصائل أو الثوار في مدينة حلب بأي كيان جديد؟ يعني هل التجارب السابقة هي من يعني سببت هذا الأمر، يعني فقدان الثقة وعدم التعاون بأي مشروع أو كيان جديد؟ يعني بالتأكيد سلسلة الاختبارات الفاشلة والمشاريع التي قامت سابقا وبقت في النهاية بالزوال والفشل وزيادة التشظي والتشرذم من الفصائل آل إلى أن إلى فقد الثقة من قبل هذه الفصائل في أي مشروع قادم. لكن المهم ليس مهم أن تفشل في كل مرة، لكن المهم أن تعيد الكرة تخرج من هذا الفشل لا أن تيأس. هنا يعني كيف نعزز ثقة الفصائل أو قادة الفصائل أو ثوار حلب بشكل عام بين بعضهم من أجل تشكيل كيان عسكري، منظومة عسكرية واحدة ثورية؟ يعني كيف نعزز هذه الثقة من خلال اطلاعاتكم ولقاءاتكم المتكررة مع قادة الفصائل؟ بالتأكيد يعني بالدرجة الأولى تبني الفصائل، وأقول فصائل أقصد بذلك قادة الفصائل لهذا المشروع. أما الثوار هم يسعون ويتأملون لحصول هذا المشروع الموحد، لكن ربما قادة الفصائل عندهم اعتبارات معينة سواء كانت خارجية أم داخلية، لابد في النهاية أن يقتنعوا قناعة راسخة أن الحل الوحيد لخروج من هذه الأزمة التي يعيشونها وشبح الحصار هو هذا المشروع الموحد، لأنه أي فصيل عاجز بمفرده عن فعل أي شيء، لكن بمجموع الكل أظن أننا يمكن أن نحقق شيء وهذا ليس بعيد. نعم. عندما نتحدث عن تعزيز الثقة بالتأكيد علينا أن نعرف ما هو الفرق بين القوة الموحدة وبين المشاريع أو سلسلة الاندماجات التي تحدثت عنها وغرف العمليات التي حدثت سابقا. ما هو الفرق يعني الذي يقدم شيء جديد يمكن أن يعزز ثقة قادة فصائل حلب بهذه القوة؟ كانت المشاريع السابقة يوجد العمل العسكري يعرض على الفصائل، بعض الفصائل تبادر إلى المشاركة في هذا العمل العسكري وبعضها يعتذر، بعضها كذلك يعطي الموافقة على المشاركة في هذا المشروع ثم لا يؤدي الحق الذي ألزم نفسه به، أو حتى ممكن ينسحب في خضم العمل العسكري. هذا العمل الآن هو أولا هو تأسيس لقوة مركزية موحدة لمدينة حلب، يعني تلزم الفصائل الآن أدبيا بما ألزمت نفسها به بالأعداد التي حددتها. هذه الأعداد ستبقى هي مستمرة، الفصائل يعني يمكن أن تزيد هذه الأعداد لا أن تنقصها. وبالتالي هناك تم تشكيل مجلس عسكري من بعض الضباط، وتشكيل كذلك مجلس عسكري من القادة العسكريين المفرزين من قبل فصائلهم، تم تشكيل مجلس عسكري موحد تدرس فيه الخطط التي تعرض على القوة الموحدة، وتدرس فيه كذلك الأعمال العسكرية التي يمكن أن تنشأ، وتم تشكيل كذلك قوة مركزية للمؤازرات في حال حصول أي خرق عسكري أو تقدم قبل النظام لأي جبهة من جبهات حلب. عن جبهات حلب، ما هو تقييمكم للمعارك السابقة التي شهدتها مدينة حلب خلال الشهرين الفائتين سواء في الريف الجنوبي أو الشمالي أو حتى في عمق مدينة حلب؟ وما هو استعداد القوى الموحدة بما فيها من قوى عسكرية مدنية ثورية فصائل لمواجهة ما تتعرض له مدينة حلب كما تحدثت من شبح الحصار الذي يهدد مدينة حلب؟ طبعا الذي يحمل على عاتقه عمل عسكري في جنوب حلب هو الجيش الفتح. اما ما يتعلق بعمل القوى الموحده هو فقط ضمن مدينه حلب، ليس له عمل خارجي. طبعا هذا لا يعني ذلك ان هذا السقف النهائي، لكن احنا نتكلم عن هذا السقف ونحدد هذا السقف فقط لكونه يتناسب مع القوه المقدمه. لكن بالتاكيد كل ما زادت هذه القوه عسكريا طبعا
ستكبر معها حجم الأهداف والطموحات التي يمكن تنشلها. المهم في المسألة ردا على سؤالك، القوة الموحدة في حلب وجدت أصلا لمنع الحصار وكذلك لدفع أي خطر عن حلب. الأمر الآن الحمد لله أصبح هناك تنسيق عالي بين الفصائل بفضل الله سبحانه وتعالى بسبب وجود قوة موحدة. هذا التنسيق ألغى مسألة يعني المبادرة العشوائية للأعمال يعمل عسكري أو لأي خرق عسكري. أصبح هناك تنظيم إداري مرتب بحيث أنه حتى المؤازرات لها آلية تعمل عسكرية. هنا ربما تتحدث عن خصوصا يعني عن المعارك الأخيرة جرت في حندرات يعني. نعم، وهذا أكبر شاهد على هذه المسألة. يعني كان الوضع في حندرات وما حصل يعني فيها في المرتين يعني السابقتين أنه كانت المبادرة بشكل جيد من قبل القوى الموحدة لدفع حصار أو دفع اقتحام هذا المخيم ورد النظام بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الأخوة الذين شاركوا في هذا العمل العسكري. نعم، نلاحظ الآن يعني جهود دولية تبذل من قبل حلفاء الأسد، من الأسد وحلفائه وأيضا الميليشيات المتعاونة معه في الشيخ مقصود لحصار مدينة حلب. استعداداتكم أنتم لدفع هذا الحصار سواء على جبهات حندرات وأيضا على جبهة ميليشيات يبجي الكردية؟ الحمد لله هناك يعني تحضيرات وحتى الاجتماعات بين الفصائل المشاركة لتوحيد هذا العمل ويعني دفع عادية النظام وما أعلن عنه. النظام أعلن عن عمل عسكري وسمى فتح حلب أو معركة حلب الكبرى. طبعا هذا الإعلان لا يقابله عشوائية ولا يقابله حالة يعني من حالة التجزيء والحالة التقطيع الموجودة حاليا. كل فصيل يعني سيدفع عن نفسه، لابد أن يسعى الجميع لعمل عسكري أو لتشكيل عسكري موحد يدفع هذا العمل العسكري كذلك منظم. فنشئ يعني تم إنشاء هذه القوة الموحدة وهي قائمة على هذا الأساس. هناك يعني استشعار بالمسؤولية من قبل قادة الفصائل تجاه هذا التشكيل العسكري في حال وأبدوا استعداداتهم لتقديم أعداد أكبر في حال أي عمل عسكري يعني سواء كان دفع أو مبادرة. تعرضت مدينة حلب خلال الشهر الفائت إلى يعني يمكن ربما أكبر هجوم أو أكثر إجراما يعني من الحملات السابقة. عشرات أو ممكن ربما آلاف الشهداء ارتقوا من خلال تكثيف الغارات الروسية على داخل أحياء مدينة حلب. عسكريا ما هو تفسيركم إضافة لإجرام روسيا والأسد وحلفائهم، عسكريا ما هو تفسيركم إلى استشراس النظام وحلفائه في قصف واستهداف الأحياء السكنية داخل مدينة حلب؟ ما يفعله العدوان الثلاثي في حلب هو حلقة في مسلسل طويل بدأ منذ تدخل روسيا الأخير في سوريا، فبالتالي يعني حلب جزء من هذا المسلسل. يسعى النظام إلى كسر الارتباط الحاصل بين الحاضنة الشعبية وبين الثوار، فيسعى إلى ضرب المدنيين في المدارس في الأسواق في المستشفيات، وبالتالي فصل الحاضنة عن القوة الثورية، تشريد الناس، الإمعان في إبعاد المجاهدين عن حاضنتهم. لكن الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى ما زال كثير من الناس هم ثابتون وصابرون على مبادئهم وعلى قيم ثورتهم سواء كانوا مجاهدين أو فعاليات ثورية ما زالت مستمرة في عملها وثباتها وجودها على أرضها. شعارها يعني نموت ولا نرحل، ونحن مستمرون في هذه الثورة ولا نتخلى عن مبادئنا ومبادئ ثورتنا. الحمد لله هذا الارتباط ما زال موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. سعى النظام طبعا كما ذكرت كثيرا إلى كسره وفرط هذا العقد. هنا ما هي الرسالة التي ربما توجهونها لأهالي مدينة حلب الصامدين الذين يعني يعيشون تحت القصف وتحت البراميل وتحت الصواريخ الفراغية وكما ذكرت يرفضون أن يخرجوا من مدينتهم، ما هي رسالتكم إليهم الآن؟
الحقيقة يعني الرسالة لما تكون من عدة بنود. أولا يعني الرسالة الأولى والأساس هي لقادة الفصائل. الآن هؤلاء القادة الذين هم وضعت في أعناقهم أمانة هذا البلد وأمانة هذه المنطقة بالتحديد مدينة حلب. طبعا مدينة حلب هي نموذج مصغر عن الساحة السورية المحررة. الآن نقول لقادة هؤلاء الفصائل إخواني يجب أن نخرج من إطار الحزبي والفصائلي التي لن تزيدنا إلا خبالا ولن تزيدنا إلا تفرقا شرذما وسنؤكل تباعا. يجب أن نخرج من إطار هذه الفكر ونخضر من إطار حتى المشاريع الخاصة. مشروعنا يجب أن يكون مشروع الأمة، مشروع الجامع الذي يبحث عن تجميع هذه القوى الثورية في تمثيل واحد وليكن حلب هو نموذجه. هذا التمثيل يضم كل الفعاليات الثورية العسكرية والمدنية التي يمكن بالنهاية أن تخرج بقرار. فنحن الآن لا نملك أي قرار سواء في حلب أو في سوريا المحرر. لذلك يجب أن ضرورة ملحة الآن يجب أن نخرج من هذا الإطار الضعيف الذي لا يملك أي قرار إلى إطار جديد هو إطار القرار حتى ولو كان أي قرار. لكن لابد من قرار. القرار لا يملك أي فصيل. لا يملك أي تمثيل الآن. لكن أظن إذا وجد التمثيل الجامع يمكن أن يخرج منه بقرار. وهذا يعد بحد ذاته مهما كان هذا القرار سيئا هو بحد ذاته نجاحا. فعاجل إخواني ولا تنظروا إلى مشاريعكم ولا فصائلكم فبالنهاية هذه كلها ستزول. التنافسية مهلكة وما يحصل في الغوطة هو نموذج للمأساة التي يمكن أن نعيشها حتى في حلب وفي غيرها. لو نطرق هذا الموضوع، ما هي الجهود التي تبذلونها سواء في مدينة حلب أو في الشمال السوري لمنع وقوع أو تكرار ما يحدث في غوطة دمشق الآن؟ يعني انطلاقا من أن العاقل ليس من إذا عرضت عليه مشكلة أن يبادر إلى حلها، لكن العاقل من يحل ويضع أسس للمشاكل قبل حدوثها ووقوعها. هي عقلانية حقيقة صحيحة والواقعية. وبالتالي نحن الآن أحوج من نحتاج إليه إلى محكمة مستقلة يعني ترفع إليها القضايا الخاصة بين الفصائل والمظالم لفض النزاعات قبل حصولها. نحن الآن يجب أن نعلن شعار حرمة الدم المسلم والحرمة الدم الذي إحنا المجاهد الثوري طبعا إلا بالحق. لكن أن نختلف على مسائل متعلقة بمناطق أو بجغرافيا أو حتى بحقوق يعني مالية أو عينية ثم ينشأ عنها نزاع واقتتال فهذا بحد ذاته هي جريمة كبرى. نحن الآن العالم كله قد يعني تألب علينا واجتمع علينا وتكالب علينا. أما يكفي شعبنا هذه المأساة التي يعيشها منذ 5 سنوات؟ هل من العدل والإنصاف أن نمعن نحن في طعنه وقتله في قتل أنفسنا؟ فهذا لا يفعله عاقل أظن. فلذلك لابد من المبادرة. هناك اتصالات بينكم بين قيادة الفصائل في حلب أو في الشمال السوري مع القادة في الغوطة لحقن هذا أو إيقاف هذا الاقتتال؟ كموحدة ما حصل، لكن هناك أظن كانت يعني كثير من النداءات وقد ظهرت على الإعلام قبل كثير من الفعاليات التي بادرت إلى مسألة يعني فض النزاع فوضى. لكن كما قلت لك أخي ليست القضية أن تسارع إلى حل مشكلة حاصلة، لكن أن تضع الأسس العملية لدرء أي مفسدة قادمة. وهذا الأمر يحتاج جميعا أن نتعاون عليه. الآن إزهاق أنفسنا بأيدي بعضنا البعض هذا مقتل للثورة وإنهاء لها. علينا أن نعاجل إلى إحداث محكمة مستقلة لفض النزاعات الحاصلة بين الفصائل تكون هذه متوافق عليها من الجميع. وما مجلس الشورى هذا القوة الموحدة التي حصلت التي نبثق عنها كذلك قضاء خاص بالموحدة القوة الموحدة لفض النزاعات بين الفصائل. لكن إذا اجتمع مجلس الشورى هذا الذي حدثتك عنه ثم وتوافق على أن يقبل أن هذه المحكمة بأفرادها هم في النهاية محكمة مستقلة بين الفصائل فهذا منية العين وهو الحل الواقع الصحيح
لحل أي نزاع يمكن يعني نحن قادمون عليه. عدونا لن يتركنا، الشيطان لن يأس من التحريش بيننا، وبالتالي علينا أن نسد الذرائع ونخلق أي فساد، أي باب يأتينا منه خلاله الفساد والإفساد والاقتتال، وما في ليس هناك أعظم يعني من فساد يحصل بيننا. وبالتالي هو إشارة إلى انتهاء ثورتنا لا قدر الله. نعود إلى رسالتك لأهالي مدينة حلب الصامتين تحت البراميل. أنا ابتدأت بقناة الفصائل الدرجة الأولى، لهم هم أصحاب المسؤولية الكبرى حقيقة. ولا شك أن الإخوة الذين يعيشون في حلب بكل فعالياتهم، حتى في بيوتاتهم، حتى في أسرهم، هم شركاء لنا في هذه الثورة. هم ثابتون صابرون. نقول لهم إخواني لا تيأسوا، لا تيأسوا من روح الله، إن شاء الله النصر القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن علينا أن نجتمع جميعا على دعم هذا المشروع. لا يقول أحد ليس لي علاقة، نحن كلنا معنيون، هذه سفينتنا، لن نسمح لأحد أن يخرقها. وبالتالي علينا أن نجتمع جميعا لننجو، ننجو جميعا، ونحن بحاجة إلى بعضنا البعض. ربما هناك بعض الإخوة من الذين الآن يئسوا من الفصائلية ويئسوا من كثير من المشاريع الموجودة في الساحة. نقول لهم هلموا، هذا مشروع إن شاء الله بعدين موحد، سعينا من خلال هذا المشروع يعني لفت النظر للمسألة، لإيجاد منهج دعوي بعيد عن كل التصنيفات، سواء كان سلفي ولا صوفي ولا. نحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى على أننا مسلمون فقط، ليس لنا أي توصيف آخر ولا نقبل أي توصيف آخر. منهج دعوي جامع بعيد عن كل المنهجيات والمشاريع التي نشأت يعني في الثورة، إنما فقط مشروع قال إنني من المسلمين. نحن مسلمون مهددون بإسلامنا وعلى إسلامنا بالإزهاق والزوال، بالتهجير والقتل والتدمير. وبالتالي علينا أن نتمسك بديننا، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرنا، ولا ناصر لنا إلا هو جل جلاله. وبالتالي علينا أن نبحث عن أي مشروع جامع توفيقي يغض الطرف عن كل الخلافات الفرعية، ويبحث عن كل المشتركات وما أكثرها. بعد فشل الجهود السياسية، إذا تحدثنا سياسيا ولو قليلا يعني، بعد فشل عدة مؤتمرات وخصوصا المؤتمرات الأخيرة في جنيف وفيينا، ما هي رسالتكم أنتم من الداخل للمعارضة السياسية التي تجتمع وتلتقي وتعقد الهدن في بعض الأحيان؟ رسالتكم أنتم من الداخل، من على خطوط النار يعني، من داخل مدينة حلب إلى المعارضة السياسية؟ أقول إخواني، الكل يفكر في مصالحه، كل الدول التي في الخارج تفكر في مصالحها، لكن أين من يفكر في مصلحة الشعب السوري؟ أقول بالتأكيد هو الشعب السوري نفسه، هو من هو الأحق في أن يفكر في مصيره وفي مصالحه. ما نراه من خلال هذه السلسلة من المؤتمرات، فيينا واحد وفيينا اثنين وفيينا ثلاث وجنيف واحد وجنيف اثنين وجنيف ثلاث، كل هذه المؤتمرات في النهاية لا تسمى ما تغني من جوع، ولن تزيدنا إلا عنة، ولن تزيدنا إلا دمارا، ولن تزيدنا تسويفا للحل السوري. الحل السوري هو بأيدينا نحن كشعب سوري، علينا أن نبادر جميعا للحل انطلاقا من الداخل بعيد عن كل الأجندة الخارجية. نحن الآن هذه الأجندة ما زادتنا إلا تفرقا وتشرذما، علينا أن نعود إلى أنفسنا. بدأت ثورتنا دون الاعتماد على أحد إلا الله جل جلاله، لابد أن تعود إلى منطلقاتها، بحيث نعود إلى هذا الداخل بكل فعالياته، نبنيه سياسيا عسكريا مدنيا. هل تعتبرون أن القوى الموحدة هي الخطوة الأولى على هذا الطريق، طريق العودة إلى الداخل وصناعة القرار وامتلاك القرار من الداخل؟ هذا ما نأمله حقيقة. هي مشروع صغير الآن يبدأ، لكن المعول عليه كبير بإذن الله سبحانه، ورؤية فيه واسعة تشمل كل المحرر السوري. لكن نقول هي خطوات إن كتب الله لها التوفيق، فهي خطوات جيدة، وهي يعني شعارها التوافق بالدرجة الأولى، وشعارها كذلك البحث عن كل ما يقدم مصلحة لهذا الشعب، الشعب السوري في الداخل. وبالتالي لابد أن يخرج الحل لهذه المسألة من الداخل. الناس الصادقون هم الذين يعيشون في الداخل، وهم الذين تحملوا وما زالوا يتحملون هذا التدمير وهذا القتل من منهج من قبل النظام وأعوانه. نحن بالنهاية أصحاب المأساة، لن نعيد تكرارية لمأساة الشعب الفلسطيني الذي ما زال يطالب منذ عشرات السنين بحق العودة. وأين حق العودة؟ سيقول الأمر بكم
إلى ما آل إليه حال الشعب الفلسطيني. لذلك لا نكرر نفس المأساة. نحن هذه أرضنا نموت نحيا عليها ونموت عليها. إما يعني أن نتحقق أهداف وقيم ثورتنا، وإما أن نموت كما مات من سبقنا من إخواننا الذين قتلوا في هذه الثورة. نعم، أتمنى أن تصل رسائلكم، وأشكرك جزيل الشكر المهندس هاشم الشيخ أبو جابر قائد القوى الموحدة تحت هذه الفرصة وإجابة على هذه التساؤلات. كما نوجه جزيل الشكر والتحية لأهلنا الصامدين في مدينة حلب وأولئك الأبطال الميامين على جبهات مدينة حلب، وجزيل الشكر لكم متابعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.